مالك؟ فيك ايه؟ محدش سأل ولا حس ولا خبر لغاية دلوقتي. يعني ايه؟ مش عارفة، حتى البت مفيدة ما جاتش تقول الكلمتين عشان تخلصنا وتخرجنا من هنا. نهار اسود، رجعت في كلامها دي ولا ايه؟ حتى بناتي مفيش واحدة فيهم سألت عليا. شاهد اللي المفروض تقف جنبي، مش عارفة حصل ايه، صار البنات كرهوني سينا. يا لهوي، معنى اللي انت بتقوليه ده يبقى حبل المشنقة تلف حوالين رقبتنا ولا ايه؟ عقربة لما تقرصك من لسانك يا بعيدة. حبل مشنقة ايه يا بنت؟ وانت السبب في القرف اللي احنا فيه ده. انا السبب؟ دلوقتي بقيت انا السبب يا كريمة؟ كريمة؟ طب ايه رأيك بقى انك انت السبب؟ وانا ما عدتش ساكتة تاني، وهقول للمامور كل حاجة. ايه؟ يا سعادة المامور! يا بنت! يا سعادة المامور! بس يا بنت المجنونة هتودينا في داهية بس! مش هسكت يا كريمة. وايه قولك بقى ان انا هشيع لحسن ويجي هنا اهو عشان اقول له على كل حاجة، وهقول له انك انت ورا كل البلاوي السودة اللي احنا فيها دي. ايوه، وان انا كدابة، وان انا افتريت على مفيدة، وانها غلبانة وملهاش ذنب. ايه؟ انت عارفه ان انا مش فاكره حركاتك دي ولا فاهمها. انا عارفه كل اللي انت بتعمليه ده ليه، عشان انت عايزه تخلعي بره السجن وتسيبيني مرميه هنا، صح؟ لا طبعا مش صح يا خبيه. لو انت روحتي في داهيه انا معاكي، هنبقى مع بعض احنا الاثنين في داهيه واحده. اخلصي بقى. لا انا مش هزيدك تاني. انت مصره يعني؟ يعني انت عايزه كده تفتح لك الباب؟ خلاص، عند عزتك هنا تفتح لك الباب، تاخدي ديلك في سنانك وتجري على المأمور تقول له يا حضرة المأمور أنا اللي قتلت محرم. آه، ها قلتي إيه؟ عند يا هقول له إنك أنت اللي قلتي لي أعمل كده. هيقول لك وأنت عيلة صغيرة ولا البزازة فوقك؟ أنت ست وناضجة وتعرفي الكبيرة من الصغيرة. وبعدين هيقول لك هي ما ضربتكيش على ايدك. قلتي ايه؟ عندها لا لا يا بت، ولا اكتر من كده. ساعتها انا هجيب 100 واحد يشهد ان انا كنت بره البلد. طب ايه قولك بقى ان انا هجيب مفيدة واخليها هي كمان تشهد عليكي. مش بقول لك عبيطة وغبية؟ مفيدة واحدة، انا عندي 100. عن إذنك. ليه؟ فاكراها هتنسى انك انت كنت خاطفه ولدها ولا ايه؟ ولا انت عايزه تطلع برا السجن وتسيبيني هنا لوحدي؟ ها؟ ممكن تهدي شويه؟ ممكن؟ يا عبيطه، انا وانتي مش والواحد، ومش عايزين حد يعرف عننا حاجة ولا يمسك علينا حاجة، افهمي بقى. لا يا كريم، من النهاردة انت في سكة وانا من سكة، خلاص. ماشي، يعني لو شاهد بنتي لقت حل للمصيبة اللي احنا فيها دي اقول لها مالكيش دعوة بسينا، خليها في السجن وطلعين انا. ايه اقول لها؟ ايه انا وانتي مربوطين بخيط واحد، افهمي بقى وما توديناش في داهية. افهمي يا غبية. ايه الأخبار يا دكتور؟ حالته سيئة جدا، ربنا يستر. لا بقول لك يا ست الكل ما تعمليش في نفسك كده، ان شاء الله هيبقى زي الفل. امشي دلوقتي، مش وقت رغي. لا ممكن تعوزيني في اي حاجه، مش هينفع امشي يعني. لا مش بقول لك ايه، دور لي على مكان الجن الازرق ما يعرفش يوصل له. ده انا عايز ابوس دماغك والله العظيم. ماشي، هتكل على الله. يلا امشي. بقول لك يا ست الكل، صح
معكيش رقمه؟ هو مين؟ الشيطان، عشان نقول له ان كل حاجه تمام ولازم يطمن برضه. شفت يا عمتي؟ كان لازم اروح معاكي عند الدكتور النفساني عشان اعرف الحقيقه ان مرتشي واتفق مع ريم ومحرم ان يدخلوا حسن مستشفى المجانين. انا كنت حابس حسن في المخزن عشان اقدبه، ورجاله محرم خدوه ودوه مستشفى المجانين، وقالوا لحسن ان مروان هو اللي عمل كده، وحسن عمل معايا نفس العمله وصدق ودخلني مستشفى المجانين. يعني ريم ومحرم هما اللي لعبوا اللعبه دي، هما اللي دخلوا حسن المستشفى. كانوا فلاح منا، لو ما كانش محرم اتقتل انا كنت دفنته بالحياه. يعني هو كان عمل ايه؟ ما الناس كلها شايفانا بناكل في لحم بعض، هنغلى عندهم يعني؟ على فين؟ لازم اقابل عزة واتكلم معاه قبل ما اروح لزينب. لا انا هاجي معاك. عمتي خليكي، خد بالك من نوح. لا احنا لازم نروح عشان نشوفها ونقف جنبها. يلا يا عمتي اتفضلي. قلت لك تعالى ما كانش ده كله حصل. انا مش هسيبك ابدا، انا هفضل جنبك، هسيب الدنيا كلها وافضل جنبك. يا زينب مش وقته، كلميني. مروان انا مش قادره اتكلم، وبعدين انت ايه اللي جابك؟ ولا انت جاي عشان تقول لي ان انا السكه اللي مشيت فيها غلط وموصلاني هنا؟ مين اللي قالك ده؟ مروان انا مش قادره اتكلم ولا قادره افكر ولا عايزه اشوف حد اصلا. زينب مروان ما نامش طول الليل وكان قلقان عليكي. انا كمان ما نمتش طول الليل ودماغي عماله بتودي وتجيب، انا خسرت كل حاجه ومش عارفه ابني اخباره ايه اصلا. ما تقلقيش، هو مع عمتي واخده بالها منه كويس. زين ما هي دي المشكله، ان انا مش عاوزاه يتربى وسطكم ولا عاوزاه يشرب منكم اصلا. ما تفكريش في اي حاجه دلوقتي، المهم اسمعي الكلام اللي هيقولك عليه عزت كويس قوي. هتطلع مش كده؟ ما اكذبش عليك موقفها صعب قوي وممكن يجددوا حبسها. لا زينب مش حامل الكلام ده، ربنا يسهل بعد اذنك.